إلى سياق النشر مرة أخرى، أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية خلال احتفالية رؤية هلال شهر رمضان المعظم التي أقيمت بدار الإفتاء أن يوم الخميس المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وبتلك المناسبة تتقدم شبكة قنوات أون بالتهنئة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان. استطلعت دار الإفتاء المصرية ومن خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 من شعبان لعام 1439 هجرية، الموافق 15 من شهر مايو لعام 2018 من الميلاد. وقد لنا من نتائج هذه الرؤية الشرعية عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعلى ذلك نعلن أن يوم الخميس الموافق 17 من مايو لعام 2018 من الميلاد هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1439 هجرية.